السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي، يا رب تكونوا دايما بألف خير وصحة وسلامة. واقدم لكم انا قناتي انا وحياتي، تحديث لحظي لاسعار صرف الدولار والعملات في السوق السوداء والبنوك في جمهورية مصر العربية فضلا وليس امر. اتمنى اخواتي تدعموني باشتراك ولايك. الدولار رايح على فين؟ هيستقر على فين؟ الله اعلم. اسعار صرف الدولار والعملات اليوم في السوق السوداء في مصر من قناتي انا وحياتي. سعر الجنيه الاسترليني اليوم في السوق السوداء في مصر سجل 63.70 جنيه للشراء، 65.17 جنيه للبيع. سعر الدينار الليبي اليوم في السوق السوداء في مصر 10.22 جنيه للبيع للشراء، 10.50 جنيه للبيع. سعر الدينار البحريني اليوم في السوق السوداء في مصر 129.65 جنيه للشراء، 135.65 جنيه للبيع. سعر الريال العماني اليوم في السوق السوداء في مصر سجل اليوم 127.93 جنيه للشراء، 131.93 جنيه للبيع. سعر الدينار الأردني اليوم في السوق السوداء في مصر سجل 68.95 جنيه للشراء، 71.44 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي 159.90 جنيه للشراء، 165.85 جنيه للبيع. سعر الريال القطري في السوق السوداء في مصر اليوم الشراء سجل 13.40 جنيه والبيع سجل 13.60 جنيه. سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السوق السوداء في مصر الشراء سجل 13.30 جنيه والبيع سجل 13.77 جنيه. سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء في مصر الشراء سجل 13.02 جنيه والبيع 13.30 جنيه. سعر اليورو اليوم في السوق السوداء في مصر الشراء 54.36 جنيه للبيع، 55.81 جنيه للبيع. سعر الدولار الأمريكي اليوم في السوق السوداء في مصر الشراء 59.85 جنيه والبيع سجل 50.11 جنيه. بشكركم، السلام عليكم ورحمة الله.